آخر خبرية، بلدية برج حمود فيها موظف، هو أبونا وموظف بالبلدية، عملوا فحص هلا طلع معه كورونا، هلا عم بيعاقموا البلدية تبع برج حمود كلها. الله معكم. أنا الخوري فادي نعمان، وموظف في بلدية برج حمود، والحمد لله ما بني شيء وكل شيء منيح، صحتي جيدة جدا. ما بعرف ليش عم بيطلعوا هدول الخبريات. ممكن واحد يرشح، ممكن واحد يقرب، بس بعد ما في شيء من هالنوع، هذا انه فيروس او ما فيروس. واذا في فيروس انا كمان ما بريد اعدي حدا، يعني مشان هيك انا ما بكون عم بتواجد. بقى باذن الله بعد لحديث هلا ما في شيء، وان شاء الله ما بيكون في شيء، وان شاء الله ما حدا منكم كمان بينصاب بشيء. بقى بتمنى من كل اللي عم بيطلع الاخبار يتاكد من الخبريه قبل ما يطلعها، لانه مش منيح التشهير لا بالبلديه ولا بالموظفين ولا باي انسان. وربنا يكون معكم ويحميكم جميعا.